نشوف بس الحادثة البشعة اللي هي المتعلقة أيضا باغتصاب طفلة على يد رجل عجوز في الدقهلية. يا جماعة مش ممكن حجم الجرائم في الأيام القليلة. طبعا الجريمة موجودة، ما بقيت الحياة في الخير والشر، طالما في حياة يبقى في الخير والشر. بس قبل التعليق دي عايز بس يعني مشكلة النمطية، احنا كنا بنتكلم وأنا دايما بقعد أقول ده محمد رمضان موهوب ولكن هو بيدمر نفسه بنفسه، يعني النمطية. هو خلاص المنتج يقول لك والله انت ما بتنجحش الا في البلطجي اللي بيبلطج وشوية بلطجة في الفيلم وبتاع وشوية ايرادات، لكن في النهاية الرصيد هيبقى ايه؟ هيبقى صفر. يعني انت لو شفت النمطية، يعني ايه النمطية؟ يعني الادوار المتشابهة، يعني اللي هي نمط واحد، اللي في النهاية لما تقعد بعد 10 سنين 15 سنة، وانا قلت قبل كده لما تقعد دلوقتي عايز تشوف احمد زكي، والله لو عاوز شوية تشوف اكثر من مضمون مختلف، ده انت عندك البريء وزوجة رجل مهم وعندك الهروب، وعايز تشوف بقى يعني ناصر 56، عايز تتنوع ما بين، شوف احمد زكي ازاي وعادل امام ايضا واحد. هو ليه عادل امام بقي على القمة منذ السبعينيات من القرن الماضي حتى الآن؟ لم يحدث ابدا لفنان بسبب التنوع في الأداء، لم يسقط في فخ النمطية اللي هي الأدوار اللي شبه بعضها اللي هي تيمة واحدة. أنا هشوف محمد رمضان هنا زي هنا زي هنا زي هنا، هو البلطجي. فالنمطية دي في النهاية تبقى الحصيلة إيه؟ صفر. لأنك مش هتقعد بعد 10 سنين تقول لك والله هات لي يا ابني فيلم عبده موتة كده شوفه، هات لي الديزل، هات لي الألماني، وكله شبه بعض يعني. وهي بلطجة زي ما قلت قبل كده بتتعامل معاها بالظبط زي الكلينكس، المناديل الورقية، تستخدمها مرة واحدة ثم تلقي بها في سلة المهملات، يعني ما لا 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 لا, لا تبقي أثرا. يعني مش هتقعد تشوف رشدي أباظة في الرجل الثاني ولا في بيتنا رجل ولا في الأفلام المتعددة والمتنوعة والمختلفة. التنوع حديقة فيها زهور بألوان مختلفة ومتنوعة، وبنسمع بس في النهاية عن جهية ونمبر وان وخناقات. لا مش هي دي القيمة اللي بتبقى، ولا هو ده رقم واحد. في النهاية كل ده زي ما بقول لكم يعني مناديل تستهلك لمرة واحدة وتلقي بها بعد ذلك في سلة المهملات. نفس النموذج اللي لا يتغير، كيف يمكن أن ننشر البلطجة في المجتمع بهذا الشكل؟ الست الطفلة اللي عندها 13 سنة أيضا، الكم الحوادث اللي بتحتاج زي ما قلت لكم في الأيام القليلة الماضية، الجريمة موجودة، بس في أوقات كده لما تلاقي في معدلاتها هنا المشاكل مش معظمها معيشي، يعني لان دي طفله وده راجل كبير، يعني مش بقى اللي هو هيقول لك الاغتصاب واصله الجواز متعسر ولا ولا هيقول لك ده لبسها والخلاعه لا ده متعلقه بانهيار اخلاقي وقيمي بشكل لا تتصوره ولا تتخيله. والطفلة دي يعني هتبقى زي يعني حفيدته، ومع ذلك تبقى في جريمة وحشية بهذا الشكل. سلسلة الجرائم الوحشية في الأيام القليلة الماضية، وللأسف وإحنا في عيد يعني وبنعيش أجواء العيد، كانت كبيرة بمعدلات بتحتاج تاني زي ما بقول لكل المؤسسات المعنية بالتحليل النفسي والاجتماعي للمجتمع والمؤسسات المختلفة، يعني بما فيها من إعلام وبما فيها أيضا من مثقفين ونخبة وكتاب، نحتاج لتحليل نفسي واجتماعي عميق لهذه القضايا.
عجوز اقترب عمره من السبعين، تجرد من مشاعر الإنسانية وأصبح ذئبا بشريا، همه الوحيد إرضاء غرائزه. فبدلا من أن يجعل أيامه الأخيرة في حياته كلها لله، فقد تحول إلى رجل مطلوب لحبل المشنقة. الواقعة تمت بين في واحد عمره 65 سنة، تم اكتساب شد الطفلة عمرها 12 سنة بسمة اللي هي موكلتي، وشدها داخل بيته لأن هما جيران، وقام باغتصابها. وطبقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي لطب شرع المنصورة بأن البنت تم شيل فض غشاء البقارة مما أدى إلى نزيف ليها نتيجة هذا المواقعة وهذا الاغتصاب التي تعرضت له. هو شد من إيده قدام أبو سمر، مش وخنت بيه، مش وعمل حاجة وحش. هو راجل كبير من السن، كان في واحد كمان اسمه رضا وعمل حاجات وحشة في الدكان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فهم يا رب سمعني منهم يا رب. الشنقة عندي واللي يعملوا يعملوه، يشنقوا قدامي كده بالدنيا دي كلها. يا عم مش متصورين ان راجل جار وجار وزميل جدها، وكان مع جدها في شركة واحدة ومع بعضهم أي منين مع بعضهم، وجار وراجل جاره، يعني راجل جاره يعني المفروض يخاف على جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار، وأنا كنت أتبنى أنه يعني أنا عن نفسي مش في دماغي ولا مش مصدق الموضوع ده. أنا جيت يوم جمعة عند العشاء بالظبط، والدتي بتقول لي حصل كذا كذا كذا، أنا مفيش كلام معي، لقيت مش قادر امسك اعصابي، نزلت الشارع، واحد صاحبي قال تعالى انا عاوزك، حكى لي الموقف بالظبط. عرفت الموقف، انا مفيش معايا نقطه دم، عاوز انا امسك الراجل ده موته، بس انا قلت اخش على القانون الاول. يعني كده حرام بامانه، كده حرام طفلة زي دي يحصل في حاجه زي كده، حرام. محدش يرضى على حد ولا على بيت ولا اي حد. انا عاوزين حقنا يجي لنا بالقانون مش اكتر. حقنا ما جيناش بالقانون، احنا ناخد حقنا، احنا مش صغيرين ولا الكلام ده، احنا ناخد حقنا، بس احنا ماشيين قانوني. استكمالا لموضوع محمد صلاح،